تصريحات أخرى أدلى بها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قال فيها إن قانون تنظيم حق التظاهر السلمي لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي. وقال خلال اجتماع مع مساعدي لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر إن القانون كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، ووجه بضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد قانون تنظيم حق التظاهر السلمي والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهر. اليوم سوف نناقش على وجه التفصيل هذا القانون، هنحلل بنوده بالتأكيد مع المختصين في الفقرة التي سوف تبدأ في حوالي 5 أو 5:30 تقريبا إن شاء الله. اليوم كان في عدد من المظاهرات أيضا في جامعة الأزهر وجامعة عين شمس. طالبات جامعة الإخوة المسلمين بجامعة الأزهر قاموا بتظاهرة خارج الحرم الجامعي باتجاه شارع يوسف عباس، وأيضا كما أفاد مراسل سي بي سي طلاب جامعة الإخوان أيضا بجامعة الأزهر اقتحموا مدرجات كلية الزراعة لوقف الدراسة، والطالبات أغلقن كليتي الدراسات الإسلامية والعلوم. هذا ما أفاد به مراسل سي بي سي. مراسل سي بي سي قال أيضا إن عددا من طلاب جامعة الأزهر أضربوا عن الدراسة لليوم الثاني احتجاجا على السماح للشرطة بدخول الحرم الجامعي. وننوه إنه الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر أدلى اليوم بتصريح لسي بي سي قال فيه إن الرسوب ينتظر الطلاب الذين يضربون عن الدراسة، وقال أيضا إن عدد المتظاهرين اليوم لم يزد عن 200 طالب. على صعيد آخر، في جامعة عين شمس واصل عدد من طلاب كلية الهندسة إضرابهم عن الامتحانات لليوم الرابع على التوالي. طيب أعود إلى تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومعي على الهاتف اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني قبل قليل تحدثنا عن الاجتماع الذي قام به السيد وزير الداخلية مع مساعدي لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، ما الذي دار في هذا الاجتماع سيادة اللواء؟ هو الاجتماع دوري عادي مع السيد وزير الداخلية مع المساعدين، كان أحد الموضوعات اللي فيه اللي هي قانون تنظيم حق التظاهر. اللي أنا بس بقوله إن القانون ده أنا أرجو إن الناس كلها تقراه وتبقى مطمنة جدا، لأن ما فيهوش أي حاجة غريبة، ده قانون بيتطبق في جميع دول العالم. نعم. كل اللي نص عليه القانون اللي هو الإخطار مش الإذن. نعم. لحضرتك بتخطر قبل المظاهرة بثلاث أيام وحد أقصى 15 يوم. يعني الداخلية مش هترفض أي طلب نهائي، دي كانت توجيهات معالي السيد الوزير. كل اللي هتعمله الداخلية إنها هتؤمن هذه التظاهرات السلمية. نعم. كل ما نص عليه القانون نص على حاجة واحدة بس، إمكانية الشرطة التدخل لوقف التظاهرات الغير سلمية وحالات الاعتداء على الأشخاص والأرواح والممتلكات العامة والخاصة. هو بس يمكن سيادة اللواء ما يؤخذ على القانون من وجهة نظر بعض الحقوقيين إنه في عبارات مطاطة، يعني على سبيل المثال إذا وصلت معلومات للجهات الأمنية، معلومات مؤكدة كما يقول نص القانون بأنه في اتجاه للعنف في هذه المظاهرات، فهذا الأمر سوف يستوجب منعها على الفور. فالبعض يقول إنه يعني هذه عبارات مطاطة، كيف يمكن ضمان تفعيل القانون بشفافية؟ فكرة ما هو نص القانون برضو إن اللي اترفض له مظاهرة له الحق اللجوء للمحكمة. صح ولا غلط؟ تمام. برضو البعض يعلق على هذا ربما انه هي عملية طويلة، ربما قد تستغرق وقتا لا يتواءم مع المطالب السريعة اللي بتخرج المظاهرة للمطالبة بيها. لا، هشوف اقول لحضرتك حاجة، احنا لابد برضو نعمل حسابنا الظروف الامنية التي بتمر بها البلاد في هذا الوقت. احنا لابد ان احنا والشرطة والدولة كلها نبقى ايد واحدة. نعم. اي انسان حاسس ان مظاهرته سلمية لا يخاف من هذا القانون نهائيا. تمام. هيتم الوقفه بتاعته زي ما هو عايز،
في الوقت اللي هو عايزه تحت تأمين الشرطة. خلي بال حضرتك برضو في مادة تانية في القانون نصت ان كل محافظ ليه الحق ان هو يحدد مكان في محافظته للتظاهرات السلمية، زي يعني زي الهايد بارك، لانه بالتأكيد هيكون بعيد عن المنشآت الحيوية كما ذكر. تمام. بس برضو يا فندم حضرتك ذكرتني بشق مهم جدا في القانون. القانون ينص على انه المظاهرات يجب ان تبتعد عن المنشآت الحيوية، المنشآت التعليمية، المنشآت الحكومية، المصالح، المرافق، عدد يعني اصناف كثيرة جدا من المنشآت يجب ان تبتعد المظاهرات عنها. طب حد ممكن يقول ما هو ما فيش شارع في مصر يخلو من هذه المنشآت، هنتظاهر فين؟ لا حضرتك اماكن تظاهر كتيرة جدا، يعني النهاردة نقابة المحامين قدمت طلب للوقوف وقفة احتجاجية أمام القضاء، وفعلا الوزارة وافقت، رئيس مدير أمن القاهرة وافق على هذا المكان. احنا حضرتك يعني ايه ما نمسكش قوي في اللفظ، احنا لابد ان احنا نبص لروح القانون. تمام. المقصود بهذا القانون هو حماية مصر من المظاهرات غير السلمية. انت حضراتكم شفتوا من يوم الثلاث اللي فات وصلت الاحداث ايه لدرجه انها وصلت لحرق علم مصر. احنا اللي كنا بنحرق علم امريكا واسرائيل، دلوقتي بنحرق علم بلدنا. طيب يا فندم دلوقتي وفقا لهذا القانون هيمنع الاعتصام تماما؟ الاعتصامات مش هتبقى في الشوارع حضرتك، ما هي ممنوعه تماما في الشوارع. لا امال هتكون فين؟ ما هو الاعتصام عاده بيبقى في الشارع. دولة في العالم بتسمح بالاعتصام في الشارع. معاك تماما في ده. بريطانيا مثلا بتعاقب عقوبات مشددة على أي حد يحط خيمة على رصيف. تمام. مستحيل ده يحصل. لكن الناس هنا عندها بعد 25 يناير يا فندم بقت الثقافة مختلفة حتى قبل 25 يناير. طيب فهل هل ده القانون يعني إنه لا اعتصامات بعد صدور هذا القانون؟ هو المفروض كده حضرتك، اللي إحنا كنا بنعمله ده استثناء. انما مفيش اي دوله في العالم، يعني معلش النهارده حضرتك امريكا اللي بتتغنى بحقوق الانسان، حضرتك اعتقد من كام سنه اللي فاتت دول، 20 30 سنه اللي فاتت دول، ما حد سمع بالاعتصامات فيها نهائيا. طب هل وفقا للقانون يا فندم، كلمه ثانيه معلش برضه، اتفضل، الاخ اردوغان اللي النهارده بيؤيد جماعه المعزول وجماعه الاخوان المسلمين، العالم كله شاف عمل ايه لما الناس اعتصمت عشان الحديقه في ميدان تقسيم. نعم تمام ولا غلط؟ لا تمام. احنا عندنا امريكا في نيويورك في ايضا في اعتصامات 2010 و2011. لكن يا فندم الاعتصامات الان هناك قلق ربما عند البعض من مساله الاعتصامات، لانه القانون يقلم اظافر المعارضه وفقا لتعبير البعض. لم تعد المظاهرات وسيله للضغط، اصبحت يعني تاخذ شكلا فولكلوريا من ده، يعني من وجهه نظر المعارضين لهذا القانون. ترد عليهم بايه يا فندم؟ حضرتك المظاهرات وهي هتستخدم كوسيله ضغط هي، انما احنا بنقول يا جماعه كفانا دم، ارحموا مصر. مصر كفايه الحرايق اللي بتحصل فيها. اي واحد اي قوه سياسيه انا بنشدهم ان احنا نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض عشان خاطر البلد. تمام. دي حياتنا كلنا ودي ارواحنا. انت حضرتك المسيرات بتاعت الجماعه المحظوره يوم الجمعه اللي فاتت ولعت عربيه مترو. عربية المترو دي كان ممكن تنفجر وتصيب ناس. نعم. وفضلت ماشية والله أعلم مشيت إزاي لغاية ما اصطدمت في عربية مترو تانية. لو كان في العربيات دي فيها جمهور، الحرايق اللي حصلت في مصر الجديدة، الحاجات دي كلها يا جماعة لابد أن تقنن. الشهداء اللي بيموتوا كل يوم في مصر والقتلى، يعني لسه يوم الجمعة اللي فاتت دي السويس صشت فيها طفل عنده 10 سنين. مين اللي قتله؟ وإيه الوجه الحقيقي للحل هذه الحاجات؟ أنا فندم طبعاً قرأت القانون بالتفصيل النهاردة، في فقرة عندنا هنخصصها لهذا القانون هنحلل فيه كل بنوده، وأنا بعترف أنه أنا قارنته حتى بقوانين أخرى من أسبانيا من بريطانيا من أمريكا، وفي أوجه لشبه كثيرة بين القانون ده والقوانين الأخرى، لكن في عقوبات مشددة، في شروط أولاً وضعت في هذا القانون للإخطار، ويتضمن الإخطار معلومات مفصلة أيضا عن المنظمين والموضوع والمطالب، ومن ضمن مواد القانون الداخلية تتكفل بنقل المطالب حتى للمسؤولين لمحاولة بحث الحلول قبل القيام بالمظاهرة. نتمنى طبعا العملية دي لا تستغرق وقتا طويلا، لكن ماذا لو تمت مخالفة هذا البند من القانون المتعلق بالإخطار، هتعملوا إيه؟ لا أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا بنقول إن هي على الأقل 3 أيام أكيد دي فرصة كافية
دراسة المطالب اللي بيطالب بيها المنظمين لهذه المظاهرة، وإذا اتحلت واستجابوا فعلا لطلبات الناس ده خير وبركة. تمام؟ إنما حضرتك لابد إن احنا نعمل زي جميع دول العالم دلوقتي إن في قانون ينظم حق التظاهر السلمي. أي واحد ليه مظاهرة سلمية استحالة الداخلية هترفض أي طلب من طلباته. البند اللي احنا حطيناه عشان يبقى فيه لو معلومات أو مؤكدة إن فيه أعمال شغب، ما هو برضه حضرتك استحالة نسمح لجماعة الإخواننا تعمل مظاهرة سلمية، استحالة هتكون سلمية. نعم. صح ولا غلط؟ تمام يا فندم. على كل حال أنا بدعو حضرتك حتى تتابعنا في هذه الفقرة اللي هنناقش فيها القانون بشكل مفصل ابتداء من الساعة 5 تقريبا. شكرا جزيلا سيادة اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.